بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور، الله يتقبل منكم، استجاب الله لدعواتكم، قضى الله حوائجكم بحق الحسين. يا أول الأولين ويا آخر، اسأل الله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. يا الله يا الله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي، هاي مهمة كون نعيدها 3 مرات. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. يا الله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة أحمدتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توسعني شكرك، وأن تلهمني. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. أهم شيء أهم شيء، ها، متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت، أنت عندك حاجة، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك يا الله. الله يحب يسمع أصواتكم والله. وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمد. شنو شنو؟ ظلمت نفسي. اي والله اي والله. وتجرأت وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته
وكم من فادح من البلاء أقلتها، وكم من عثار وقيتها، وكم من ثناء جميل لست أهلا له. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي اعترفوا إلى الله بالذنب. وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك. قل له إلهي وربي من لي غيرك، يا الله إلهي وربي إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا منكسرا. يا الله استغفر الله استغفر الله. مقرا، شوف مقرا، ها مقرا، معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك جميعا. اللهم فاقبل بحق الحسين، بحق الحسين يتقبل منكم. إلهي تقبل بحق أبي الفضل العباس. وارحم شدة ضري وفكني من شد اسأل الله، هاي دعوة مهمة. يا رب ارحم يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم لكل مريض، لكل مريض، يا رب ارحم
بحق الحسين عليك الحسين بعد يا رب ارحم يا الله يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظيم يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات 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 أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو يا الله أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك أستغفر الله ما هكذا الظن بك ولا تخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا كريم يا كريم 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 ما يردك والله يا كريم يا وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك
فكي أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لأضج ضج أهلها ضجيج الآملي ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاطمين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث يا الله يا غياث المستغيث يا الله يا غياث يا حبيب قلوب الصالحين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريمته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبي عيدها بالله عيدها ويتوسل إليك توسلوا لقضاء حوائجكم ويتوسل إليك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يا مولاي يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات 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 ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا
وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة اسألوا حوائجكم كل جرم أجرمته وكل ذنب بحق فاطمة الزهراء وكل قبيح أسررته وكل جرم عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزل يا الله أو إحسان اسألوا الله اسألوا الله أو بر نشرته أو رزق بسطته جميعا يا رب أو ذنب تغفره أو يا رب يا ربي يا ربي يا رب جاه زينب يا ربي يا ربي يا رب بحق العقيلة يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكي حاجي قل له يا عليما بضري ومسكي بعد بعد يا عليما بضري ومسكنتي يا عليما بضري بعد الله عليك يا عليما بضري الله يقضي حاجتك يا عليما بضري يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب عندك إحساس حاجتك مقضية لو ما عندك عندك شعور حاجتك تنقضي لو لا اصرخ يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا الله يا سيدي يا
يا من عليه معولي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا رب جاهب الفضل العباس بجاه رقية قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع الحسين وأجتمع في جوارك من يريد يا الحسين يحكي وأجتمع في جوارك مع الحسين وأجتمع في جوارك مع قطيع الكفين وأجتمع مع قطيع الكف وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك منيما ومن علي بحسن إجابة عيدها 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 ومن علي بحسن يا الله يا الله ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة وضمنت لهم يا الله وضمنت لهم فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعاء اسأل الله فبعزتك استجب لي دعاء بعد 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 فبعز بحق الحسين فبعزتك استجب لي دعاء وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك أدائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا فدوى أروح لكم من عمري على عمركم اللهم استجب لهم يا رب العالمين بحق الحسين مو بحق واحد ثاني اغفر اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال يا من اسمه يا من اسمه وذكره
بهاللحظة اذكر اسمه يا الله يا الله يا الله يا الله لشفاء المرضى لشفاء المرضى بعد 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 يا الله اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل مريض يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سارج النعم يا دافع اللقاء يا نور المستوحشين الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا الله